هذا السائل يقول: بالنسبة للخمر فضيلة الشيخ، هل هو نجس حسي أم معنوي؟ وهل يتوضأ الإنسان منه؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقوله اجتنبوه يدل على اجتنابه والابتعاد عنه وعدم التلبس به أو أن يصيب ثوبه أو بدنه، هذا مقتضى اجتنابه، وهذا يدل على أنه نجس فيجتنبه المسلم. أما أنه ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء إلا إذا زال عقل الإنسان، سكر وزال عقله، فإنه ينتقض وضوءه بزوال العقل. نعم.